معنا مشاهدينا عبر الهاتف من درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني. محمد أهلا وسهلا بك معنا. إذا مجريات الأحداث الآن في درعا بعد تهديدات النظام بشن حملة عسكرية على المدينة. نعم ضمك مساء الخير. ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النظام السوري بنشر منشورات يدعو فيها إلى مصالحات وتهديدات و انذارات للمناطق التي تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة في الجبهة الجنوبية ولا سيما في محافظة درعا والقنيطرة وبادية الشامية شرق السوداء. في هذه المرة النظام السوري بدأ بنشر المنشورات عبر القائمة عبر المروحيات في جنوب سوريا، لكن وجهت برد من الشعب أولا من قبل المدنيين برفض من اي تسويه سياسيه مع النظام السوري، وهناك ايضا رده فعل كانت دوليه واضحه وعلى لسان الولايات المتحده الامريكيه بان الجنوب ليس ساحه معارك مجددا، وانذرت الولايات المتحده عبر رفض عمليات الموك النظام السوري بان اي عمليه خرق قرار خفض التوسعيه في الجنوب السوري سيلقى ردا من قبل الفصائل العسكريه على الارض. الجدير بالذكر روناك ان النظام السوري والمدعومه الميليشيات الايرانيه سابقا حاول التقدم قبل قرار وقف التصعيد في جنوب سوريا في معركه المنشي، وكانت محاولاته باءت بالفشل. هناك تصعيد عسكري ربما يكون في الايام القادمه من قبل النظام لمحاوله كسب نقاط جديده، والهدف من ذلك الوصول الى معبر جبهه نصيب الحدودي، ولكن المعارضه المسلحه في الجبهه الجنوبيه رفضت ذلك حتى هذا اللحظه. فوصلت مع قيادات في الجبهه الجنوبيه، هناك حاليا اجتماع في العاصمه الاردنيه عمان اردني امريكي ايضا بخصوص التهديدات الاخيره من قبل النظام السوري، وهناك ايضا تعزيزات عسكريه وتحشيدات عسكريه لقوات المعارضه في على خطوط الاشتباك مع قوات النظام، ربما لرد على اي محاوله نظام السوري في الايام القادمه اي معارك في الجنوب السوري. الجدير بالذكر ايضا روناك نعم كانت الايام الماضيه كانت شاهد على انسحابات عسكريه لميليشيات ايرانيه وميليشيات حزب الله الثاني ايضا من جنوب سوريا، ولكن ربما النظام السوري اليوم يسعى الى الوصول الى معبر جمرة نصيب الحدودي مع الاردن، ولكن هناك رفض كبير من قبل المعارضه ومن ايضا من قبل الحاضنه الشعبيه في جنوب سوريا. محمد، مدن مناطق درعا، هل هناك تواجد لمدنيين ام هي فقط لقوات المعارضه المسلحه وبالتالي نتوقع نزوح من المدنيين ان كانوا متواجدين باختصار؟ طبعا هناك المناطق اجمعها تبقى لسيطره المعارضه المسلحه، وهناك ايضا تواجد مدني كبير. الجيش الحر في الجبهه الجنوبيه يتواجد على خط المناطق التي تكون على خط الاشتباك مع قوات النظام وهي تسمى خط الناري، اما في المناطق الاخرى فهو تواجد مدني كبير. ربما اذا كانت هناك عمليات عسكريه لقوات النظام وقصف عشوائي تحت سياسه الارض المحروقه المتبعه من قبل النظام السوري كما شاهدنا في الغوطه الشرقيه وكما شاهدنا في ادلب وغيرها، ربما تكون عملية نزوح كبيرة بسبب وجود كثافة سكانية في مناطق لا تخضع لسيطرة المعارضة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من درعا، حدثنا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني.